تتابعونا في نشرتنا أيضا. المجلس الاقتصادي لإقليم كردستان يناقش الوضع الاقتصادي وإعادة تنظيم الإيرادات والرسوم. وأربيل تستقبل طفلا من اليونان غرقت أسرته في بحر إيجة. وأوكرانيا تتهم روسيا بإفشال خطة إجلاء المدنيين في ماريوبول، والجيش الروسي يضرب طوقا حول العاصمة كييف، وزيادة قياسية في أسعار الغذاء حول العالم، وتفجير صخرة ضخمة وسط طريق في كاليفورنيا.